حنان اهلا بيكي. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. وحشتينا. الله يخليك. وحشتيني انا شخصيا. الله يخليك انت كمان. انا لازم احيي الفرقه الموسيقيه واقول لكم مساء الخير، وانا سعيده قوي ان انتم موجودين معايا النهارده. انا بحييهم والله، تعبوا معايا جدا، الوقت كان قليل قوي وعمل مجهود كبير، بس احلى حاجه النهارده ان المغرب كسبت يعني. ايوه مش كده؟ كلنا سعداء. المود كله. وفي فرحه عارمه في العالم العربي. المود غير خالص فعلا. ايه اللي بيخلي اغانيكوا عايشه بعد كل السنين دي تفتكري؟ واعتقد دايما كل جيل الجيل اللي بعده بيبقى بيحب القديم شويه، زي ما احنا مثلا، انا برضو بحب الحاجات القديمه يعني، اكيد عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم، وبالتالي الجيل بتاعنا لسه موجود فبيحبنا برضو. بس هي الجميل ان في شباب حابين الاغاني دي يعني، في يعني انا بقيت شباب خلاص بقى. لا ازاي بس برضو في شباب بيحبوا قوي الاغاني دي، فدي حاجه جميله. كمان حاجه ان هي فيها مزيكا حلوه. فيها مزيكا حلوه، وكان في ملحنين حلوين وكتاب حلوين. يعني كانت فرصه وقتها كويسه لينا بصراحه، مع ان احنا جيل تهاجم في البدايه كتير جدا طبعا، يعني يختلف تماما عن الاجيال دلوقتي. بالظبط. الاجيال دلوقتي الامور يمكن اسهل كتير، السوشيال ميديا وكده. اسهل كتير. اسهل كتير في الالحان، في الكلمات، في يعني النهارده انت بتاخدي تيمة ويعملها طول الوقت لحن. او اللي بقى منتشر قوي الراب، مفيش مزيكا اصلا، مفيش حاجه، بس هو قد كده المزيكا فضلت تقل تقل تقل. يعني احنا مثلا لو رجعنا بالعصر اللي قبل مننا، عبد الوهاب او اي فنان، الملحنين المبدعين، محمد الموجي، كمال الطويل، كانت تلاقي ما الاغنيه اللازمه، وبعدين كوبليه، وبعدين لازمة تانية خالص، وبعدين كوبليه تاني خالص. شوفي الثراء في الألحان، شوفي الثراء في العطاء في الكلمات قد إيه. إحنا جينا بقينا نعمل لازمة وكوبليه مختلف عشان نبقى أمنا يعني. كان أنتوا عملتوا ثورة في الوقت ده. إحنا عملنا ثورة في الأغنية القصيرة. الأغنية القصيرة اللي بتحكي كلمتين ملخصين يعني. يعني مش ضروري حكاية طويلة. فكانت دي كل جيل بيتغير عن الجيل اللي قبله، كل جيل بيبقى عايز حاجة أسهل، وهي دي مشكلة، عايز حاجة أسرع وحاجة أسهل، لأنه مع الأسف بقى مستمع استهلاكي. يعني سمعت ده النهاردة، شهر بقى قديم، شهر بقى ارمي اللي بعده. يعني حتى بقى شوف مطربين بيبقى عامل أغنية مثلا من شهر تقولوا يا دي قديمة قوي. فقد كده بقى الموضوع استهلاكي، زيه زي اللبس، زي الاكل، زي احنا بقينا عموما المجتمع، العالم كله بقى مجتمع استهلاكي. وده مش موجود في مصر بس، لا هو موجود في العالم كله. بس ده الجمهور ولا نوع المزيكا يعني؟ لا خليني اقول لك انه موسيقى عبد الوهاب وام كلثوم لسه عايشه، اغانيكوا انتوا لسه عايشه، منير القديم لسه عايش، عمرو دياب بطوله لسه عايش، من تسعيناته لسه عايش. دائما القديم هيفضل عايش، دائما بيبقى ليه ذكرى، بيبقى ليه ذكرى تانية، بيبقى ليه يعني واقع في النفس مختلف، لأنه بيفكرني بأيامي أنا بقى. وأنا في الطفولة. صح. وأنا في فده مستحيل ننساه. وأعتقد برضو أن الجيل اللي بعدينا اللي هم الأطفال بقى، اللي حفيدي مثلا هيجي يسمع يقول ياه دي نانا كانت بتغني أغاني والله كانت حلوة قوي. يعني لأن ده الطبيعي يعني. أنا أعتقد ده الطبيعي.